الناس اللي ما بتعرفش تصوم في رمضان المفروض يعملوا ايه؟ تعالوا اقول لك على 10 معلومات حول فدية رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. اول معلومة، كبار السن او اصحاب المرض المزمن اللي مش متوقع انه يشفى واللي بيمنعهم من الصوم، دول من حقهم يفطروا ولكن يطعموا عن كل يوم بيفطروا مسكين، يعني قصاد اليوم اللي بيفطروا بيطعموا مسكين. 2، لازم اطعم مسكين ولا اطلع فلوس؟ الجمهور ان لازم تطعم مسكين، وده القول الراجح خلافا للحنفية، لان القرآن او الآية قالت ففدية طعام مسكين. 3، اطلع قد ايه اطعام؟ لو وجبة جافة هتطلع نصف صاع. تقول لي يا عم كلمني بالبلدي، هتطلع يعني كيلو ونص من الطعام بتاع الايه اللي الناس اعتادته زي الرز. يعني الخلاصة هتطلع قصاد كل يوم فطرته كيلو نص رز، كيلو نص رز، ويفضل بقى يكون معه شوية لحمة وشوية خضار، لكن الحد الأدنى كيلو نص رز. 4، لو مش عايز طلع وجبة جافة، عايز طلع وجبة جاهزة، يبقى وجبة مشبعة، تجيب الرجل المسكين ده وتأكله، إما تغديه أو تعشيه وجبة يشبع منها من الطعام اللي انت متعود عليه. 5، ينفع اخرج الفدية دي قبل ما يخش رمضان؟ لا، ما ينفعش بالاجماع. 6، ينفع اخرج الفدية دي في اول رمضان؟ انا لسه هفطر في رمضان بس بطلعها اول رمضان. لا، ايضا الجمهور انه ما ينفعش خلافا للحنفية. 7، هل ينفع اخرج الفلوس دي او الطعام ده لشخص كافر؟ لا، لا يجوز، وده مذهب الجمهور. 8، هل يجوز ان انا اخرج الفدية الاطعام ده لحد من اولادي او ابائي؟ قال لك لا، اللي تلزمك نفقتهم ما ينفعش تخرج لهم الفديه دي. 9، ينفع تفدي يوم بيوم، يعني اليوم اللي تفطره تطعم عنه مسكين، او تنتظر في نهايه الشهر وتطعم ال30 مسكين مره واحده. 10، لو عجزت عشان معكش فلوس عن الفديه، هي لسه في ذمتك لغايه ما ربنا ييسر عليك وتطلع هذه الفديه. دعموا الفيديو بشير ولايك ومنت، شرف القناة، اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.